عمال قطاع النقل بالقطارات في ألمانيا يشنون إضرابا يدوم إلى غاية يوم الاثنين بعد أن فشلت المفاوضات بين النقابات والإدارة. هذه الحركة الاجتماعية تتزامن مع موعد عطلة الخريف وتسبب اختلالا كبيرا في حركة النقل، مثيرة استياء كبيرا لدى المسافرين. أحدهم قال: بسبب الإضراب يتعين علي أن أنتظر يومين قبل أن يأتي قطار آخر. هذا ليس بالأمر الجيد، لا سيما وأن إعلان الإضراب جاء متأخرا قبيل نهاية الأسبوع. جئت إلى مدينة كولونيا للذهاب إلى دويسبورغ لأعود بعدها إلى فرانكفورت، هذا غير ممكن إلى حد الآن، إذن سأعود في أقرب وقت إلى فرانكفورت. أنا سعيد لأن قطاري لم يتم إلغاؤه. هذا الإضراب يعد الثالث من نوعه في ظرف أسبوعين، وقد فاجأ الجميع باستقطابه عددا كبيرا من العمال. منذ العام 2008 لم تشهد شركة سكك الحديد الألمانية حركات اجتماعية كالتي تعصف بها خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات حول الأجور وظروف العمل بين العمال والإدارة.